تحياتنا لكم مشاهدينا في كل مكان مع حوار مسائي جديد عبر قناة الظفرة. تدور على الساحة الإعلامية وفي أروقة المجلس الوطني الاتحادي وعلى لسان بعض من أعضاء تساؤلات حول أداء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وما شابهها من تقصير حسب وجهة نظر المنتقدين لهذا الأداء. نحن في برنامج مساء الإمارات ومن باب الالتزام بمتابعة كل ما يدور على الساحة المحلية من تفاعل بهدف الوصول إلى أرقى أداء يتماشى مع توجهات القيادة الحكيمة في تقديم أرقى الخدمات عبر وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة، وبما يتلائم أيضا مع ما حققته الإمارات من مراكز عالية متقدمة. أحببنا طرح القضية إعلاميا. تواصلنا مع الهيئة ولكن للأسف تم الاعتذار عن المشاركة في الحلقة، ومع ذلك نحن وبعد هذا الحوار ما زلنا على استعداد لمناقشة هذه القضية وإفساح المجال لأي من المسؤولين في الهيئة عملا بحرية الرأي ورأي الآخر. أما الآن يسعدنا في هذه الحلقة من مساء الإمارات وعبر فقرة حوار المساء نرحب بكل من سعادة أحمد عبيد المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي معنا في الاستوديو، حياك الله أستاذ. الله يحييك. كما سينضم أيضا إلينا هاتفيا سعادة حمد أحمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي وسعادة مصبح عجيد الكتبي عضو المجلس الوطني الاتحادي. والان طبعا بعد تحياتنا اول شيء نرحب فيك مره ثانيه. الله يسلمك. لدينا تقرير عن هذه الحاله ومن ثم نعود للحوار ان شاء الله. اذا مشاهدينا الى تقرير عن هذه الحاله ومن ثم نعود لتبقى من حوارنا في حوار المساء. شهد المجلس الوطني الاتحادي مناقشة مكثفة حول قانون التقاعد ونظام عمل الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية خلال الفترة الماضية، أسفرت عن توصيات ركزت على ضرورة الإسراع في تحديث بيانات المتقاعدين ومتابعة تحصيل الاشتراكات بين الهيئة والمؤسسات الحكومية المعنية ببيانات المؤمن عليهم من خلال نظام إلكتروني موحد ومتكامل. من جانبها كشفت مصادر في الهيئة عن أخطاء إدارية وتقنية ومالية تتسبب في تأخر وصول المعاش التقاعدي إلى المستفيدين، واصفين الإجراءات المتعلقة ببيانات المتقاعدين بالغير دقيقة، في حين لم تسعى الهيئة إلى الحصول على بيانات إلكترونية يتم بموجبها الحصول على معلومات المتقاعدين بشكل سلس، لافتين إلى أن قاعدة بيانات المتقاعدين المتوافرة حالياً ليست قوية وغير محدثة بشكل كلي، بدليل أن بعض المتقاعدين الذين سجلوا في الإقرار السنوي لتحديث البيانات تصلهم بعدها رسائل نصية تطالبهم بإعادة تحديث بياناتهم، ما جعلهم في حالة ارتباك. قد يبدو غريباً تراجع مستوى الخدمة لدى هيئة المعاشات في وقت تتسابق مؤسسات حكومية اتحادية نحو التحول الذكي والحصول على معايير النجوم الخمسة في التقييم، فهل سنشهد تعديلاً في آلية العمل قريباً؟ أستاذ سعادة أحمد، طبعاً إحنا مثل ما سمعت في التقرير وما أتي في الصحف، لكن نحن الآن إذا أخذنا الموضوع بأهمية أكبر نحن نتكلم على متقاعدين. صحيح. فعندما نذكر متقاعدين فهم كبار السن وهم لهم أولوية خاصة في الدولة طبعاً ومن القيادة بشكل خاص، فالمشكلة الحقيقية من وجهة نظركم أنتم بما رأيتموه في السوق وما نوقش في وسائل الصحف ومن وجهة نظر المجلس الخاصة؟ هي طال عمرك عدة القضية من شقين. نعم. شق داخلي بالنسبة للأخطاء اللي تم ذكرها، والأخطاء بالنسبة للتأخيرات وبالنسبة للتحويلات المتأخرة، وفي اللي هو هذا يعتبر جانب إداري تقني بنتكلم فيه. نعم. والشق الآخر مثل ما تفضلت اللي هو الشق الأهم، الأولوية للمتقاعدين بصورة عامة. نعم. حقوقهم لم توصلهم سواء كانوا كبار بالسن أو كانوا تقاعدوا لأسباب صحية وأخرى، ولكن هاي حقوقهم في النهاية. صحيح. سواء كان فئة سواء كانت مرأة أو رجل. الشق الأولي باين فيه مشكلة كبيرة، وهالمشكلة ممكن تنم عن
عدم رضا الموظفين او مشكله تتعلق بالنظام التقني او تتعلق بالنظام الاداري، وبين ما في توافق بين النظام المشروع الالكتروني اللي عندنا هناك مع المتطلبات العملاء المتعاملين معهم اللي هم مثل ما تفضلت فئه المتقاعدين خارجين لانهم احتياجات معينه. صحيح. فاحنا بدوله فيها تنميه متسارعه طبعا، وكل الجهات الحكوميه الحين حاط نظام فيها ربط الكتروني، نظام الحكومه الذكيه تستخدمها، والجوانب الماليه تعتبر من اسهل جوانب قياسها ماليا. صحيح. هي بالارقام طبعا. يعني اذا الحكومه وصلت مرحله انها تقيس اداء الخدمات اللي هي غير ملموسه حولتها الى مقاييس ملموسه ومؤشرات اداء رئيسيه. نعم. وتقيسها، فالجانب المالي مفروض انه يكون من الاسهل قياسه، والقاعده البيانات هاي معلومات طبعا تكون متوفره، ما اعتقد اذا سالوا اي متقاعد عن بياناته ما بيوفرها طبعا، لان في النهايه يعني هو المتقاعد بيكون مستفيد كشخص وكعائله طبعا. واحنا طبعا لما نتكلم عن المتقاعدين ما نتكلم عن اشخاص، نتكلم عن عائلات. صحيح. نتكلم عن اسر، نتكلم عن التزامات شخصيه، نواحي ودوائر مختلفه. فالثقافه الداخليه لازم تواكب الثقافه العامه للحكومه، استراتيجيه الحكومه، استراتيجيه التميز، استراتيجيه اسعاد الشعب، استراتيجيه ان كل انسان يعيش حياته ذكيه ايضا. نعم. هذا جانب اخر، هذا الجانب الداخلي. الجانب الداخلي يعني، وهنا ممكن جائزه الشيخ خليفه للتميز يكون لها دور كبير، لان في المعايير الاربعه الرئيسيه الاخيره بالنسبه لرضا الموظفين ورضا المتعاملين معهم الخارجيين والتاثير على المجتمع، جانب المجتمع، جانب مهم، وكذلك الاداء المؤسسي. جائزه الشيخ خليفه للتميز ممكن هي تساهم في وضع النظام يعني توصيات للتعديلات الداخليه، وتعرف كيف تربط بين النظام الالكتروني والاداري. طبعا. الشق الاخر اللي هو الاهم في النهايه، كل هالامور الداخليه اداريه تقنيه كلها عشان نخدم المتعاملين الخارجيين، شق المتقاعدين. طبعا احنا كمجلس وطني في عندنا متقاعدين قدامى ذكرنا عنهم. صحيح. قبل 2008 كانوا عايشين حياه كريمه، ولكن بسبب تضخم الاسعار رواتبهم ما زالت تعتبر ضعيفه. هاي القضيه نذكرها، موضوع المراه والتقاعد المبكر. طبعًا. لان المراه في النهايه تقوم بعده ادوار. صحيح. هي مش روبوت، هي الام. نعم. هي الاخت، هي في النهايه موظفه، فيجب ان تتعامل معامله اخرى. عندنا جانب اخر، ربط النظام التقاعدي بتضخم الاسعار، وكذلك فتح مجال التقاعد لفئات مختلفه ليس فقط. نعم. الموظفين. هل توصيات وغيرها، وهل تم مناقشتها مع الوزاره؟ لكن الان هو داخليا هناك مشكله رئيسيه، هذه المشكله الرئيسيه تعكس يعني احيانا احنا عندنا مشكله اكبر برا، ولكن ما نقدر نهمل الموظفين الداخل. طبعًا. وانا ما الوم الموظفين، احنا دائما المسؤول هو المساءل الدرجه الاولى في النهايه. معنا سعاده حمد ايضا، ناخذ المداخله على الهاتف. معنا سعاده مصبح بالعجيد الكتبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، حياك الله استاذي. الله يحييك يا اخوي، مرحبا بالساعه. الله يحفظك يا رب. طبعا استاذنا واخونا استاذ احمد العبيد المنصوري، الله يحييك وسعيد. الله يحييك يا رب وسلم. نشط في المجلس الوطني الاتحادي. الله يحفظك يا رب. طبعا انت يمكن على اطلاع بالمشكله اللي حاصله الان، وما ندري اذا هي وصلت عندكم او ما حدث وما تناقلته الصحف، هل هو موجود ومدرج في المجلس او انه جديد عليكم؟ والله في المجلس لا، ما وصل الان في المجلس، لكن شكاوى موجوده. نعم، طرح في الاعلام. نعم، قريناه، شاركنا براينا في الطرح هذا. لكن مثل ما قال اخوي ابو الشهاب جزاه الله خير، هناك مشاكل خارجيه ومشاكل داخليه. نعم. في هذه الهيئه وهذه الاداره. المشاكل الداخليه اكيد يحاسب فيها القائد او من يقود هذا الهرم وهذه المؤسسه وهذه الهيئه. لكن اذا هناك اشياء تخص المجتمع وتخص العوائل والاسر، وبالذات في شيء مالي يعتاشون عليه بشكل شهري او بشكل اسبوعي، لا اعتقد انه في خلل لابد من الوقوف عنده، توقف عنده. اذا ما نظرنا الى الاستراتيجيات اللي وضعت من قبل رئيس الحكومه الله يحفظه وسعد شعب، واستراتيجيات ال 2021 طبعا، الهيئات والوزارات قاعده تتسابق اليوم لتحقق اهدافها قبل الموعد اللي هو 2021، اعتقد الحين لا، هناك في خلل لابد تقييم هذا الخلل، الوقوف عند هذا الخلل، ومحاسبه المقصر. وايضا مثل ما قال ابو الشهاب جزاه الله خير سبق لي الكلام، اذا موظفين عاجزين عن العمل، هناك خلل في طبعًا عملهم، لابد ايضا انهم يدربون، يوعون، ثم يحاسبون بعد ذلك. نعم، تشاركه استاذي. لا بالفعل، اي كلام سعاده الاخ سعيد مصبح الكتبي يتكلم عن موضوع مهم جدا، بعد الاستراتيجي. نعم. لان هالجانب دائما نتمنى من الهيئه ان تاخذ مثلا في ابعاده، خاصه مثلا بيطلع قانون الحين بيمر على المجلس ان شاء الله قريبا، قانون رقم 7 سنه 1999 للتامينات والمعاشات. هالقانون هذا اللي بيكون مهم جدا التعديلات اللي عليه. طبعا هالقانون لازم ناخذ فيه بعد الابعاد الاجتماعيه والاقتصاديه مختلفه، ليس فقط البعد المالي، وهذا جانب مهم جدا.
الجانب الثقافي المؤسسيه، نعم. رضا الموظفين، الاستقرار الوظيفي، هذه الجوانب مهمه جدا، ومشاوره الموظفين حتى في البرامج المختلفه. يعني احنا توصلنا شكاوي ان حتى بالنسبه للنظام الالكتروني، صح انه في شركات متخصصه، ولكن يجب ان في النهايه يكون في واحد يشاور المستخدمين أيضا والمستفيدين النهائيين في النهايه، نعم. وهذا الشيء معروف طبعا. سعاده مصباح بعد معانا ولا؟ اذا نشكره نحن سموحه، يمكن نفصل معنا الخط، لكن ايضا معنا مداخله هاتفيه ايضا من سعاده حمد احمد الرحومي، عضو المجلس الوطني الاتحادي. نحييك سعاده حمد، ويانا على التليفون. نعم مرحبا، ايش حالك، طال عمرك. الله يحييك، مرحبا وسهلا. الله يسلمك. طبعا نحن باختصار نبغي ملحوظاتك عن الموضوع الحاصل الان في الساحه الاعلاميه، طبعا بعد الحديث الإعلامي اللي أنت تفضلت به من خلال الصحف. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أنا أشكركم، وأنا آسف أني ما قدرت أكون معكم على الهواء اليوم، بشكل معذور طال عمرك، لكن لأن هذا الأمر يشرفنا. بداية هناك مشكلتين أعتقد بالنسبة للهيئة، المشكلة الأولى مع الموظفين، والمشكلة الثانية اللي هي خدمات الهيئة المقدمة للمتعاملين. كثير من الامور الان نحن نسمعها، انا الان بتكلم عن قبل في 29/4/2014 كان هناك اسئله برلمانيه، وكان هناك جلسه خاصه بالهيئه، نعم. معالي الوزير بارك الله فيه جاء ورد وتكلم بامور كثيره، ولكن نحن لا ننسى ان الهيئه تتعامل مع الاف الناس، والهيئه صرفت يعني احنا لازم يكون واضح ان الهيئه هي عباره اللي تجمع الفلوس الان عنا نحن كمشتركين، ومن ثم بعد ما يتقاعد الانسان يكون هو الطرف المباشر معها، فهي مسؤوله ومؤمن وامين على اموال المشتركين، وهي المسؤوله عن زياده هذه الاموال بالاستثمار بطريقه امنه، نعم. وهي المسؤوله عن توفير الرواتب، والعلاقه تكون ما بين الانسان هذا المتعامل والهيئه مباشره، تنقطع علاقته مع بقيه الدوائر الحكوميه. نعم. هذا يعني هذا لازم نحن نكون مستوعبين هذا الامر. الهيئه طبعا صرفت في 2013 ما يعادل مليارين درهم، اكثر من مليارين درهم للمستحقين عنها، وهي تستثمر. الان نحن كثير من الامور نبغي نتكلم فيها ان الانسان ممكن يصبر على نقص خدمه معينه، نقص كهرباء، اشكاليه في الماء، لكن ما اعتقد في اي مواطن او اي شخص في العالم ممكن يصبر انه ما يحصل راتب. صحيح. كذلك نحن نتكلم الان يعني اذا كان هناك وضع، يعني كان في السابق لين فتره بسيطه هم عدلوه، يعني انت لما تتقاعد 3 شهور ما تحصل راتب. نعم. انا اعطي مثال، وهذه كانت لسنوات كثيره، ونحن كنا نسمع انه حتى مستغربين هل يعقل هذا الكلام، وحل بعد معاناه وبعد كلام في الجرائد وفي الاعلام، وهذا يدللك ان في اشكاليه حقيقيه هناك. الان نحن نتكلم عن مشكلتين، المشكله الاولى موظفين الهيئه، انا صار عندي تواصل مع البعض وصار عندي معلومات اصلا يعني محدوده، وانا الان اتابع هذا الامر لارى كيف او في ايش انا ممكن اتكلم في هذا الامر، وهذا الامر انا ما ابغى اتكلم فيه وايد لان انا محتاج معلومات اكثر للوصول طبعا الى الاشكاليه. صحيح. الى الاشكاليه، واني انا احدد يعني كيف انا ارى الموضوع من صوره شخصيه او صوره جماعيه مع اعضاء بقيه المجلس. انا اتكلم عن رضا المتعاملين، يعني نحن عندنا رضا المتعاملين في الدوله في كل المؤسسات مهم جدا، والناس تقيسه والحكومه تدفع باتجاهها. الان هل يعقل ان متعاملينا فقط مواطنين ومتقاعدين ان يكون الرضا غير مهم لهذه الدرجه، او يكون الخدمات ليست على المستوى اللي موجود في كثير من المؤسسات؟ هذه المؤسسه عندها راس مال كبير جدا، طبعا مليارات، وهي تديرها وهي تتعامل بها، وهي المفروض تكون في راس القائمه من الانطلاق الى الامام واستعمال الوسائل الحديثه، وانهاء قضيه ان تعال بجوازك والله تعال قدم عندي. هذه مثل اللي يبغى يوطن يسوي معار التوظيف يقول لك تعال عندي، اللي يبغى يوطنك الان كله بالاونلاين، كله بالخدمات الذكيه. صحيح. بالتعيين الناس تتعامل بمليارات دراهم في تجاره وفي عقود وصفقات، ما حد يقول لك تعال وقع هنا وسوي هنا، الان كلها معاملات بنكيه تتعامل بمئات الملايين. فنحن نتكلم لا يعقل في هذه النقطة فقط نحن متأخرين، والدولة
في أغلب المسائل تقدم خدمات يوميا نحن نسمعها في الجرائد وفي الإعلام، ويوميا ما في معرض للبرامج الذكية إلا تلقى شيء من مؤسساتنا يعني عندها مجالات كثيرة أنت تتفاجأ، جوازك يجددوا لك يا يعني بطاقة الهوية. طبعا الخدمات الذكية سعادة حمد يعني كلها طبعا الدولة تمشي بديمومة عمل كبيرة جدا وتطور يعني ملحوظ على مستوى العالم ليس فقط على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، لكن نحن طبعا الحمد لله أنكم موجودين وهذا المجلس الطيب موجود، ونتمنى طبعا أن نحن نلاقي الحلول سريعا مع هذه المشكلة، خصوصا مع أنها مع متقاعدين وكبار السن وأصحاب طبعا حاجة في هذا الوقت يجب علينا نحن أن نقف معهم. سعادة أحمد هل هناك تعليق مع سعادة حمد قبل ما ننهي مع المكان مداخلة شيء بشكل مباشر؟ طبعا أنتم طبعا مباشر في المجلس مع بعض، لكن حابين نحن نجمعكم يا بعض هنا بالقناة الظفرة. الله يحفظ أبو علي. مثل ما تفضل أبو علي، سعادة الأخ حمد الرحومي ذكر موضوع، بتوجه له كلام مباشرة لسعادة حمد. ذكر سعادة الأخ حمد الرحومي ذكر قضايا مهمة جدا، يعني كنا متفقين فيها أنا وسعادة الأخ مصبح الكتبي وحمد، وأنا مركزين على موضوع في مشكلة داخلية ومشكلة خارجية. أنا أشوف إضافة لذلك يعني المشكلة الداخلية أخوي أبو علي هي تعكس على المشكلة الخارجية. نعم. يعني في النهاية اللي صاير حاليا يعني مشكلة الموظفين الداخلية يعني ما نقدر، هذه الموظفين جزء من المجتمع وهم في النهاية مثل ما تفضلت خدمات اللي يجب تكون متوفرة للمتقاعدين. نعم. يعني فاقد شيء لا يعطي بالنهاية. طبعا. فلذلك لازم الإخوان المجدين والأخوات اللي يشتغلون في الهيئة يجب حتى يحصلون حقوقهم بالكامل. صحيح. مشكلتهم يعني هي مشاكل مثل ما هي مذكورة، موضوع عدم مشاورتهم. نعم. موضوع مثلا صح أن في مدير عام بالإنابة، ولكن الموظفين طالبين يكون في مدير عام ثابت. صحيح. هاي مطالبة المجلس كانت. نعم. بإضافة لتوصيات مختلفة، ونتمنى أن الهيئة تأخذ بتوصيات المجلس. نعم. حاليا لما نتكلم مثلا مع معالي الوزير لمين تفضل مشكور هناك بنفس اللحظة عندنا توصيات، هاي توصيات مو توصيات شخصية آراء شخصية. نعم. هي من الخارج طبعا، ونتمنى أن ننظر لأبعاد مختلفة. ذكر الأخ بعيري أخذ تعليق أول على الكلام اللي قلته. سعادة حمد هل هناك تعليق على ما ذكرها الأخ أحمد؟ طبعا قبل ما نشكر اتفق مع الأخ أحمد، ونحن طبعا يعني في جلسة طويلة عريضة كانت في المجلس وكل المجلس طلع بالتوصيات، ولكن أنا أذكر فقط أن معالي الوزير تكلم أن في يعني هو جاهز، فقط أنا أتكلم عن نقطة. نعم. هو يتكلم عن أهمية تطبيق القرارات، يعني هو يتكلم عن هذا، أنا أقتبس الآن من كلام الوزير في الرد. نعم. يعني يتكلم عن ضرورة يتعين على الهيئة التحقق منه منعا لصرف مبالغ دون وجه حق، ولذلك طبعا فإن الهدف من التحديث البيانات المتقاعدين ومطالبتهم بالإقرار السنوي هي التحقق من قانونية استمرار صرف معاشاتهم التقاعدية، وكان القرار الوزاري رقم 6 لسنة 1984 خطين تحت سنة 84 طالب صراحة أصحاب المعاش والمستحقين عنهم بضرورة إفطار إدارة المعاشات بكل ما من شأنه. يعني الآن قرار من 84 إلى اليوم نحن متشبسين فيه وماسكين، نحن نعرف أن ضرورة المحافظة على الأموال وضرورة الإبلاغ عن اختلاف يصير، ليش إحنا ما يكون عندنا ربط؟ وهذا كلامه أنا الآن أقتبس نقطة طبعًا ثانية طبعًا. هو معالي الوزير متكلم ومصرح مع عندنا، وأنا عندي محضر اجتماع مطلعنا أن في شهر 9 السنة 2014 هو بيكون كامل من الربط وهو جاهز. الآن نحن في 2015 والمعاناة لا زالت موجودة، مثل ما قلنا هذه الهيئة عندها استقلالية، والاستقلالية المفروض أعطيت لمزيد من المرونة ومزيد من الفعالية وليس نعم مزيد من التأخير، عندهم النظام الخاص بهم وليس نظام هيئة الموارد البشرية الاتحادية. نعم. عطوهم لأنهم طلبوا على أساس أن يكونوا أسرع في الرد، أسرع في اتخاذ القرار، أفضل في الإمكانيات. الآن النتيجة
نحن نراها متعاكسه. وين المتسوق السري عن مؤسسه مثل كذي ما يشوفون؟ صحيح طبعا المجلس وخل كلام سعادة حمد يعني الحقيقه ما شاء الله يعني انت قاعد تذكر في قرارات يمكن لم تتبع بطريقه المثلى من قبل الهيئه، لكن نحن للاسف يعني اقتربنا من نهايه الحلقه ونتمنى للقاء اخر نجتمع فيه ان شاء الله نناقش الامر بشكل اوسع، وايضا بعد ما تحصلون على البيانات التي اما ان تدين او اما ان يعني تنجد هذه الهيئه من التعثر اللي حاصل فيها. شكرا لك جزيل الشكر سعادة حمد. الله يحفظك يا رب. اذا نشكر سعادة محمد أحمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي. نعود إلى سعادة أحمد الظهري يعني مثل عفوا المنصوري سموحة منك، طبعا مثل ما ذكر هو تطرق أيضا لعملية الربط. من ربط لماذا لا يوجد هناك ربط والقرارات قديمة جدا وأوصى بها الوزير شخصيا؟ حتى لو بتوصي لا تكون في آلية تطلع توصيات مثل كقطاع عام قطاع حكومي متقدم جدا. باختصار لأني أريد توصيات من عندك. الموضوع لا تكون في أول شيء التوصية الرئيسية لازم واحد يحل وين المشكلة بالهيئة. وهذا الجاري الآن اللي في الميدان هم أعلم بالأمور. يعني نعم وهذا اللي أنتم تعملون عليها الآن. هذا إحنا طبعا هاي القضية الداخلية حين طلعت على الساحة. نعم. ولا يكون في شخصيه قياديه هناك مسائل 100% اللي هو يعني لا يكون في مدير عام يتعين مدير عام. نعم. جانب الاخر الربط الالكتروني يعني الثقافه الداخليه لازم تعكس الجانب الايجابي اللي هو الربط بين الجانب التقني والالكتروني. احنا نتكلم عن مشكله داخليه. طبعا احنا كمجلس وطني اتحادي مع الحكومه احنا نكمل بعضنا البعض. نعم. احنا في النهايه مثلا كان عندنا نقاشات مختلفه نكمل بعضنا البعض بحيث ان نحاول احنا ناخذ اراء الشعب ناخذ اراء اللي نمثلهم. في النهايه هم يعني الهيئه بتاخذ بعين التوصيات هاي وهي مهمه جدا. طبعا لازم بسرعه الهيئه تستعين بموضوع القانون رقم 7 التعديلات لسنة 99 المتعلقة بالتأمينات والمعاشات. إدارة الموارد، إدارة الموارد مهمة جدا. يعني احنا كدولة اقتصادية احنا دولة من أوائل الدول في الاقتصاد. نعم. أدرنا قطاعات وصلنا الفضاء، أدرنا قطاعات مختلفة. فهذا الجانب الدول الثانية النظام التأمينات أصبح من هو اللي يدعم الحكومة يسلم الحكومات مثلا طبعًا. في دول عربية يعني شقيقة مثلا سواء كانت خليجية وعربية أخرى هي اللي تدعم نظام التأمينات. فلذلك يعني الموضوع التأمينات المفروض ما يكون عبء، هي يعني هي المفروض تكون الأولوية بالنسبة للقائمين على المجلس الإدارة القائمين على المجلس الإدارة القائمين على الهيئة. وفي نفس اللحظة لازم الموظف الموجود هناك لازم أهم شيء يكون مرتاح يوفر البيئة ونشاوره. والخلل الرئيسي على ما اعتقد موضوع التقني وعدم التوافق داخليا الداخلي مع الدوائر. توصيات المجلس يجب ان ياخذ بها لان توصيات هي ما طالعه من اشخاص يعني مبنيه على الدراسات على مطالبات ويمية. ما في يوم نمر الى اي مكان يصير الا حد يفتح موضوع التقني. شكرا لك جزيل الشكر ومشكور. نهينا بتوصيات وكنا حابين احنا ناخذ اكيد طبعا التوصيات اكدنا عليها. نتمنى ان شاء الله توفيقكم في الحد من هذه المشكله والوصول الى حل سريع جدا ان شاء الله. شكرا لك جزيل الشكر. شكرا. اذا نحن نشكر الضيوف الكرام سعاده احمد عبيد المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي، وكان معنا هاتفيا سعادة حمد أحمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة مصبح بالعجيد الكتبي عضو المجلس الوطني الاتحادي أيضا. أما الآن نترككم إن شاء الله مشاهدينا إلى فاصل ومن ثم نعود.